أهلا بكم قصر السلام. من سيجلس على العرش وسيتولى منصب رئاسة الجمهورية؟ السباق يحتدم ويشتد، المنافسة تتصاعد حرارتها بين شخصيات جربت وأخرى لم تجرب، شخصيات بعضها أنجز وبعضها تشوبه علامات استفهام. فمن سيجلس على العرش؟ 26 مرشحا من مختلف الأطياف العراقية تقدموا للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية، واعتمد البرلمان العراقي 25 شخصية منهم ونشر أسماءهم كاملة في قائمة خاصة للمرشحين للمنصب، وهم كما يلي: خالد صديق، عزيز محمد، فيصل محسن، عبود الكلابي، شهاب أحمد، عبد الله النعيمي، حسين أحمد، هاشم الصافي، أحمد موح، عمران الربيعي، أحمد يحيى، جاسم جويد الساعدي، وصباح صالح سعيد، وكذلك رزقار محمد، أمين حما سعيد، وأيضا عندنا كلاويز علي، أمين بيرا، وأيضا آخرون هم لؤي عبد الصاحب، عبد الوهاب المحسن، وريبوار رحمن، وعارف، وحمزة بريسم تجيل المعموري، وكذلك هوشير محمد، مصطفى زيباري، وحسين محسن، علوان الحسني، وعبد اللطيف محمد، جمال رشيد، الشيخ محمد، وعمر صادق، مصطفى مجيد العبدلي، وبرهم أحمد، الحاس صالح أحمد، وثائر غانم، محمد علي، وإقبال عبد الله، أمين الفتلاوي، وخديجة خدايخ شاسد قلاوس، وجبار حسن جاسم، وهادي هادي عبد الحسين صدام الفريجي، ورعد خضير دفاك صايل، وأوميد عبد السلام، قادر طه بلان. هذه هي الأسماء المرشحة والتي لم ينشر البرلمان سيرهم الذاتية، ولذا سنستعرض ما حصلنا عليه من مصادرنا من سير ذاتية لبعض المرشحين للمنصب، ونبدأهم أولا السيد برهم صالح. السيد برهم صالح أو دكتور برهم صالح، ولد الرئيس برهم صالح في السليمانية في 8 أيلول من عام 1960، متزوج ولديه ولد وبنت، حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية والإنشائية من جامعة كارديف في المملكة المتحدة، والدكتوراه في الإحصاء والنظريات الاحتمالية في مجال هندسة البحار من جامعة ليفربول في بريطانيا في 2 أكتوبر عام 2018. تم انتخاب صالح رئيسا لجمهورية العراق في مجلس النواب بأغلبية الأصوات. تولى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة عام 2004، ومن ثم وزيرا للتخطيط في الحكومة العراقية الانتقالية عام 2005، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء في أول حكومة منتخبة عام 2006. خاض برهم صالح انتخابات إقليم كردستان عام 2009 رئيسا للقائمة الكردستانية في الإقليم، وكلف بتشكيل الحقيبة السادسة لحكومة إقليم كردستان، حيث تولى منصب رئيس حكومة الإقليم من عام 2009 إلى عام 2011. حقق صالح إنجازات كبيرة خلال توليه لمنصب رئيس الجمهورية، أبرزها العمل على إجراء انتخابات مبكرة، مشروع قانون استرداد أموال العراق المنهوبة، إضافة إلى العلاقات العربية والدولية لدعم بغداد على المستويين الأمني والاقتصادي. المرشح الآخر أيضا من أبرز المرشحين الآخرين هو السيد هوشير زيباري. هوشير زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو من مواليد 1953، حاصل على شهادة العلوم السياسية من الجامعة الأردنية عمان عام 76، أكمل دراسة الماجستير في علم الاجتماع والتنمية عام 79 من جامعة سكسا في المملكة المتحدة، أصبح عضوا في اللجنة المركزية والمكتب السياسي لحزب الديمقراطي الكردستاني عام 79، شغل منصب وزير خارجية العراق للفترة من 2004 وحتى 2014، عمل وزيرا للخارجية في الحكومة التي عينها مجلس الحكم في العراق، واحتفظ بحقيبته في الحكومة العراقية المؤقتة والحكومة العراقية الانتقالية إلى أن أصبح وزيرا للخارجية في الحكومة العراقية عام 2006 والحكومة العراقية عام 2010. كما شغل السيد زيباري منصب وزير المالية من عام 2014 وحتى عام 2016. في أيلول عام 2016 صوت مجلس النواب على سحب الثقة من وزير المالية هوشير زيباري، بعد أن عقد البرلمان بتاريخ 21 من أيلول جلسة خاصة للبت في إقالة أو تجديد الثقة من زيباري، حيث أيد 158 نائبا إقالة زيباري من منصبه.
ويذكر أن حملة الاستجواب جاءت بناء على طلب من النائب هيثم الجبوري بعد اتهامه لزيباري بملفات تتعلق بمصاريف حمايته وتأثيث منزله وتأجير منزل لسكرتيرته بمبلغ كبير، الأمر الذي اعتبره زيباري بمثابة استهداف سياسي. المرشح الآخر أيضا من أبرز المرشحين الآخرين وهو السيد خالد صديق عزيز محمد، مرشح مستقل لمنصب رئيس الجمهورية، عمل مستشارا حقوقيا لمجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان ومستشارا لرئيس الوزراء في الإقليم. صرح بأنه يملك علاقات إقليمية ودولية تخدم برنامجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي طبقا لقواعد الدستور، ويمتلك تصورا مستقبليا وفريقا متميزا للتنفيذ. من أبرز الأسماء الأخرى أيضا لدينا السيد رزقار محمد أمين حما سعيد، وهو القاضي، ولد في مدينة السليمانية شمالي العراق عام 57، وهو متزوج وأب لأربعة أولاد. أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في مدينة السليمانية، تخرج في كلية القانون والسياسة جامعة بغداد عام 80، ومن ثم انتسب إلى المعهد القضائي في بغداد وأكمل دراسته العليا في عام 92. عمل معاونا قضائيا ومحققا عدليا، عمل كقاضي تحقيق وقاضي محكمة بداءة، رئيس محكمة الجنايات ونائب رئيس محكمة الاستئناف ورئيسا لمحكمة الاستئناف في السليمانية وكالة. اشتهر السيد رزقار محمد أمين بمحاكمته لرئيس النظام السابق صدام حسين بعد أن اختارته المحكمة آنذاك. عين في منتصف التسعينات كقاض لقضاة كردستان العراق بأمر من جلالة طالبان الرئيس العراقي الراحل. أيضا من أبرز المرشحين والذين حصلنا أيضا على بعض من سيرهم الذاتية دكتور شهاب أحمد عبد الله علي النعيمي، مرشح مستقل لمنصب رئاسة الجمهورية. ولد النعيمي في العظمية ببغداد عام 65، وهو متزوج محام واستاذ جامعي في كلية آشور الجامعة، يمارس مهنة المحاماة منذ عام 2003 وحتى الآن. دخل في مئات الدعاوى الجزائية والمدنية والشخصية. النعيمي حاصل على شهادة البكالوريوس القانون من الجامعة المستنصرية عام 2003 وعلى شهادة الماجستير من الجامعة المستنصرية عام 2006، وحصل أيضا على شهادة الدكتوراه في القانون القسم العام من جامعة الموصل عام 2012. يحسب للنعيمي الإسهام الفاعل في إلغاء المحاصصة السياسية بموجب قرار المحكمة الاتحادية عام 2019. كتب العديد من المقالات القانونية والبحوث والدراسات بذات الاختصاصات. هذه أبرز الشخصيات التي استطعنا الحصول على سيرهم الذاتية. كما لوحظ أن قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية ضمت سيدتين، هما إقبال عبد الله أمين الفتلاوي وخديجة خدا يخشى أسد قلاوس، ومن المعروف أنه لم يسبق أن وصل السيدة إلى منصب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء في العراق حتى يومنا هذا. تنص المادة 70 من الدستور العراقي على أن ينتخب مجلس النواب ومن بين المرشحين رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، لكن إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، ويعلن رئيسا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني. إذن يشتد السباق نحو الرئاسة العراقية، وترتفع مؤشرات التنافس التي تدخل فيها المفاوضات والحوارات لأجل إيجاد التقاربات، وهي حالة غير مسبوقة في البلاد، ما يعني أن جلسة البرلمان المقبلة ربما ستحمل المفاجآت لنتيجة التصويت على منصب الرئيس. فمن سيدخل قصر السلام ويجلس على العرش؟